كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سايس خو لحمد الرياضي بمساهمة حتى شيء. أي نعم حتى شيء لم زي العربي. أعزائي المستمعين، سيدي خويا كرة القدم والعمود الفقهي ولا شيات ونعجبك سيدي خويا، وين الماني من المنبر هذا سيدي خويا، ما نجم نقولكم كان أهلا وسهلا بكم في حلقة استثنائية من الحمد الرياضي. بما أننا الاثنين من المفروض في الحمد الرياضي نحكي على الكرة، ما فماش بطولة حكينا عن ناموس. اليوم سيدي خويا بما أنه البارح لعبوا بطولة، فهمت، اليوم باش نحكيوا على المقابلات ونحلوهم. خويا المخ، أهلا وسهلا بابا. أهلا بالغالي بالجميل، أشي أمورك يا حميدة؟ الحمد لله رجعت البطولة وباش نحلو. أما يا حميدة اللي مانيش فاهمه، على شنو باش نحلو؟ شنو اللي على شنو باش نحلو؟ على الدم متاعنا ما باش نحلو المقابلات اللي تلعبوا البارح، فهمت؟ بالله يا نهم المقابلات اللي ريتهم يا حميدة، ونهي الماتشوات اللي تفرج فيهم، ونهم البنتوات والرجوات اللي ريتهم. طرف سلي حتى مقابلة ما عدوها لنا البارح، راهو شي يوجع قلب. تي أنا قلب تي شي يعمل فضح. بالحق سيدي خويا، شي يوجع القلب ويعمل الفضح. جولة كاملة ما تفرجنا لحتى مقابلة. شقال عليك الجامعة التاولة، لقات شكون باش يشري المقابلات ويعديهم، فهمت؟ صحيت يا حميدة، معناها كيفاش نحلوهم المقابلات؟ مثلا ناخذ مقابلة الشابة ونادي الفريقي، ولا مقابلة ترجي وحمل الف، كيفاش نبداو نحكيو ونقولوا والله حسب ما حكاو لنا قالوا المقابلة باهية، وحسب ما حكاو لنا جماعة كانوا حاضرين، معناها ما يجيش. هات خلينا نلقاو حل آخر مع الجامعة، كان يسمعوا فينا، فماشي حل نلقاوه، فماشي هكا كيفاش ندخلوا باش يبيعوا حقوق البث، خلي تازة الوطنية مثلا تاخذ وتنقل لنا المقابلات. راه عيب يا حميدة. وعيب صحيح، اما حتى السوم اللي طالبينه برشا 9 مليارات سيدي خويا باش يعديو مقابلات البطولة، فهمتني؟ شكل المقابلات اللي معناها الكالشيو يتعاركوا عليهم، فهمت؟ شكل انتر واليوفي اللي عنا، ولا لازيو بارما سيدي خويا باش يلعبوا، ولا ميلان وكييفو، شكل المقابلات متاع 9 مليارات. يا جماعة يا وديع، ينقصونا شوية في الأسوام سيدي خويا بايشي. شنو واحد يولي يتفرج كونترا؟ والله هو بيناتنا وديع، معنا وديع فمش علاش تسعى يا وديع، نعرفك وديع، عملنا سوم خلي التلف زي شري وامورها تولي باهي يا خويا، احسب لنا بثلاثة. وليه سيدي خويا؟ والله كان جاو مثلا المقابلات ب9 مليارات الكل يشريوهم، ومن بعد الوطنية تصورهم لنا بماتريال سيدي خويا سوم مليار، نقولوا صح على الاقل الكاليتي تخرج لنا باهي، وفي ديارنا نتقابلوا ونتفرجوا على المقابلات HD، فهمت؟ اما هما ياخذوا المقابلات ب9 مليارات ومن بعد يصوروهم لنا بالتليفون، ما خلطت الكاليتي للتلفزة بالله العظيم، مش مقابلة تقول مساج تقرا فيه، حتى الملاعبية ما تراهمش، فهمت؟ شو الحل يا حميدة؟ الحل سير سيدي خويا الإذاعة الوطنية نار لحد تسمع المقابلات سيدي خويا، ولا بيبي قص على فوزي، ولا كري يقولوا شو عندك في جربة، يقولوا الهدف الثاني تكي قص عليه ضربة جزاء في جيبس. ها السيد خذ عليه من صفاقس محمد، قال له اسمعني راهو التسلل هذاك، هو سيدي خويا نعديه المقابلات الكل والبطولة كيكة، ويا ناس ما كان باس، فهمت؟ هذاك الحل. جميلة، أنا ساعدني يا كيكة، حتى واحد يولي كي حل يقول يحب عليه وما يشدوا عليه شيء. غراب يا غالي غرغر، ولا اسمعني، لا تغرغير زم حقوق السمع كما البث، أعطينا تغرغير. سايس خو.